من يذكر لي أركان الإيمان؟ كم هي؟ 5 أو 6 أو 8؟ نعم، كم هي؟ نعد، يلا بسم الله. الإيمان بالله رب العالمين عز وجل. أن تؤمن بالله. الإيمان بالقضاء والقدر. ما يصلح، لازم ترتب. نعم يا بطل. الإيمان بالله. أن تؤمن بالله. بالله وملائكته. وكتبه. ورسله. هذا يدق جواله، خليه يعطينا الجوال. جوالك؟ ابحث عنه ابو انس، خلنا ناخذ الجوال. ما يضر، اغلقه الان، اغلقه اغلقه. اخواننا هذه الدقات الموسيقى مشكله ترى، لعله اخطا ولا كذا، ما في اشكال. اي تحدث. اشتريت انا يوم من الايام جهاز نوكيا، ايام كان النوكيا ما شاء الله. المهم اشتريت الجهاز وضعته على الصامت ودخلت لصلاة الجمعة، وأنا في الصلاة أسمع موسيقى صاخبة. فالمهم وأنا أقول سبحان الله، هذا يا أخي كيف داخل الجمعة بهذه الموسيقى؟ والصوت يقوى يقوى، له في جيبي مبرمج من الشركة، الصامت كان وضعنا على الموسيقى، الله المستعان. فيعني لا إشكال. طيب آخر مرة ترى نسحب بعد هذه لو دق. طيب، أن تؤمن بالله، 6 أركان 6، نعم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر الخير والشر. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما هو الإيمان؟ لو قال لك قائل ما هو الإيمان؟ ما تعرف الإيمان عند أهل السنة؟ هل أنت مؤمن؟ كيف أكون مؤمن؟ الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور 5. إذا اختل واحد من هذه الأمور الضوابط 5 في التعريف، هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة. مفهوم؟ تعيد بإذن الله عليه هذا التعريف. قول باللسان، قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل القلب والجوارح. أو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، لكن أحسن قل عمل القلب والجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول عمل اعتقاد يزيد وينقص. هذه الأشياء أخواننا لابد أن تكون محفوظة عندك، مثل اسمك. والله لو تنسى اسمك ما في إشكال، لكن تنسى الإيمان إشكال كبير. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان فعلها قول لا إله إلا الله، وأدناها على عمل الجوارح، والحياة عمل القلب. أيكم زادته هذه إيمانا؟ هذا يزيد، وإذا كان يزيد ينقص. كم ضابط؟ 5 ضوابط. عندي أسئلة على التعريف. يقول بلسانه، يعني يقول لا إله إلا الله بلسانه، لكن ما يعتقد بقلبه. ماذا نسمي الذي يعرف يرفع؟ ترى آخر مرة اللي يتكلم دون أن يرفع أصبع أبو أنس قلنا لك شيء بعصا. نعم يا أخي، منافق نفاق أكبر. طيب سؤال ثاني، يقول يعتقد بقلبه، يعتقد بقلبه، يعتقد التوحيد وأن محمد عبد رسول، يعتقد لكن ما يقول بلسانه، مؤمن أم لا؟ ما يقول بلسانه لكن يعتقد بقلبه. أنا لا أدري مؤمن كافر، واحد من اثنين. سبحان الله، أقول يعتقد بقلبي يا رجل، يعتقد أن لا إله إلا الله محمد عبد الرسول، يعتقد أنواع التوحيد، يعتقد الإيمان، يعتقد كل الشريعة، لكن ما يقول بلساني. سبحان الله، من يخالفه؟ كافر يقول، نعوذ بالله. نعم، كافر مسلم، مسلم كافر، مسلم، اختلف العلماء. كافر كافر، شفت خالفه كله. لا شك في كفر أئمة الكفر على هذا. تعرف أئمة الكفر على هذا؟ أعطيك أمثلة. فرعون على هذا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أبو طالب على هذا. أئمة الكفر يعتقدوا لكن ما يصرح بألسنتهم، صحيح؟
نعم، قلنا في التعريف لابد في الإيمان من أمور خمسة، ما صرح بلسانه كافر ولا شك في كفره. طيب قول باللسان، لابد قول باللسان، ما يقول لا إله الله. طيب إذن فرعون مسلم، وأبو جهل مسلم، وأبو طالب مسلم، وإبليس مسلم، إبليس معتقد، أي نعم، وعمل كفار، كان عندهم شيء من الأعمال لله ومن العبادات لله، والله أسلموا، أعوذ بالله. طيب هو الإشكال في هذه الأيام، حتى من يشكك في كفر إبليس موجود في هذه الأيام، هذا بعد هذا قال لا داعي لندرس الناس التوحيد، شكك في إبليس، أي نعم. طيب إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. بعد هذا وين هو اللي أذكر لنا؟ نعم، المرتبة الثالثة الإسلام والإيمان. نعم الإحسان، الإحسان ركن واحد، وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. عبادة المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. إن لم تصل إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج على المرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. عبادة خوف وهرب تسمى عبادة المراقبة. مرة أخرى الإحسان ركن واحد، وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. طيب